بلد المحبوب وديني زاد وجدي والبعد كويني يا حبيبي أنا قلبي معاك طول ليلي سهران وياك تتمنى عيني رؤياك أشكيلك وانت تواسيني. اللي سمعناه هو شيء جديد واخبار الصباح هو يلي طلع له السكوب. يس صح؟ يس فريد صح صح صح. حطينا اكثر بالاجواء. طبعا هذه غنيه للسيد كوكب الشرق سيد ام كلثوم منجد بحب الرسول عليه الصلاه والسلام، يعني لما بتقول له على بلد المحبوب اللي هو المحبوب بالنسبه له هو الرسول على الصلاة والسلام، فعم تحكي انه انت اللي بناجيك وانا اللي بسهر طول الليل عم بطلب وعم بدعي لك. وطبعا هي ممكن تكون كمان في حب الحبيب. يعني كلماتها بيكونوا يعني انا ممكن غنيها لرام ابني انه انا بحبك يا ماما وبدعي لك طول الليل وبتمنى رؤياك اذا انا اي حدا بعيد عن اللي بحبه يعني. فهيدي اغنيه انا بحس انه حلو كتير اذا بنرجع بنسمعها بالشهر الفضيل، يعني اغاني والاناشيد والمدايح الرمضانيه حلوه كتير حتى للاولاد الصغار يعني يتعودوا عليها. سجلتيهم تقريبا من يومين، سجلتهم من يومين ولازم اقول ثانك يو كتير 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 للمهندس والموزع اللي بحبه كتير شادي ضو واستوديو ميديا مود والبروديوسر رجا حيدر اللي فعلا حبوا كتير هيدي الفكره وساعدوني اني اعملها، بالرغم انه كان في يعني كنت حابه اعملها اكثر، انا كنت حابه اعملها كمعايده بصراحه على السوشيال ميديا، ولكن انتم سبقتوا صراحه يعني في ريت هلا بلش معنا هيدي احلى معايده على تلفزيون المستقبل، لانه ما في احلى واقرب على قلبي من جمهور هيدي المحطه اللي بحبها كتير، فحبيت انه لكل جمهور المستقبل وجمهور اخبار الصباح والناس اللي حاسين وعايشين رمضان وين ما كان انه هذه معايدة من اللي طيب حتى طلع البدر عليه ما هي لما نقول الشهر الفضيل يعني طلع البدر عليه يعني طبعا في رمضان جانا يعني شيرين صاحبتي الفنان الرائع النجم شيرين عبد الوهاب عملت معايدة بسودة رمضان جانا، طبعا في اغاني اكثر اللي هي وحوي يا وحوي بمصر، يمكن في الشارع المصري كثير بيحمل يعني في اغاني كثير للاطفال، وبعدين في اهلا اهلا بالعيد بس بعد 29 يوم، هلا طبعا في كثير عالم مبسوطين اذا غنيت اهلا للعيد بقول له كثير قطع على بسرعه على العيد بتجي معنا وبنسمع منك، بس بنسمع هلا طلع البدر علينا بالتاكيد. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. مثلاً هيدا أول مرة بعد 11 سنة عم بتعايد بلبنان الشهر رمضان. كيف قطع تغير كتير من وقتها لهلأ؟ طبعاً 11 سنة كنت عم بقضي شهر رمضان بمصر. يمكن ما فينا نفوت بمنافسة مع شهر رمضان بمصر، لأنه شهر رمضان بمصر له طقوس رائعة، الشارع كله بتحس جداً بشهر رمضان، مش بس دينياً، مش بالطقوس الدينية والصلاة والصوم، لا البلد بينقلب يعني كله من الزينة من موائد الرحمن من الشباب والصبايا اللي قبل الإفطار ناطرين بالشارع ليعطوا تمر وأمر الدين للناس اللي ما لحقوا يوصلوا، لأنه كل الناس ما بتلحق توصل بمصر مرة العجقة. هالسنة طبعا البيت العيلة، يعني لأنه أنا بمصر ما عندي ذكريات شخصية برمضان، عندي ذكريات مع عائلتي الجديدة أو أصدقائي وجيراني واللي بحبهم وبجيلهم ضحية كتير كبيرة طبعا، ولكن هالمرة لا هيدا المطبخ او هيدي قطة الصفرة تبعيت امي وبيي، هيدي اللي كنا نقعد عليها احنا وصغار لما بلشت صوم لساعة 12 بس لانه كنت صغيرة 7 سنين كنت صوم اكتر ولما زعبر واشرب قال لها مامي ليك لساني بعده ابيض فرجيه، عرفت انه لما
هلا في شغله انه من يوم من هلا يومين. حلو انه ابنك عم بعيشهم اللي انت عايشتهم. ايه رام عمره 3 سنين وشهر. ايه يعني زينت له والله مرات بصوم ما بحب الاكل كثير رام. شفت جاي صايم شفت جاي صايم يعني بشل عليك يا ماما. بس انه مثلا هديك المره كنت سمعت المسحراتي والمسحراتي بالزمانات كان يقول اسماء الجيران واهلينا مظبوط ينادي الكل. فهالمره صار قال لك ما بعرف مين بقى ساكن بالرابع خليني بقى اعملها جنرال انه اعمل شيء هيك فورمول جنرال. بس كان موجود بالشارع وكان في ناس بالشارع اكثر منه. يعني بالزمانات كنا نخاف لما نسمع صوت المسحرات انه الشارع فاضي وعم بتشتت الدنيا. كان يبقى يجي رمضان بالشتاء وهو لوحده انه مين هذا اللي قاعد بالشارع بهالوقت المتاخر اللي كان الساعه 12 من يومين كده الساعة 1:30 في عالم عادي وعم ببيعوا ناس يعني. فما بعرف انه حبيت انه عم بعمل رمضان بلبنان. حقضي تقريبا اول اسبوع كله بلبنان حارجع سافر على مصر بخمسة جوان. بس انه اكيد له بالنسبة لي يعني معزة خاصة رمضان بلبنان يعني فتوش وشوربة وبطاطا مقلية واكل الماما والتمر وال ايه هي بالزيادة هيدا القعدة عمر الدين. ايه رح نسمع هلا وحوية وحوية بنرجع نكفي معك. اوكي وحوية وحوية وكمان وحوية اهو فات شعبان وهو جاي رمضان وقلتوا يا بنات قولوا لي كمان وحوية وحوية يا حلوة وحوية Yeah.